حبايبي طلبة وطلبات صف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في تكملة امتحانات 2020، والنهاردة الامتحان رقم 8 كفر الشيخ. تعال نبدأ كده بالمحادثة. بيقولي نادر is buying a suit at a store department. طبعا نادر بيشتري بدلة من محل. فطبعا أول ما راح الشوب أسيستنت قال له can I help you، ممكن أساعدك؟ فقال له yes I. طبعا هنا لو جاب لي نقط، بس في ناس بتغلط وتقول yes you can. طبعا هنا لما اروح لاي حد بيبيع اي حاجه ويقول لي كان اي هيلب يو، هل يمكنه المساعده؟ طبعا ما ينفعش اقول له يس واسكت، لازم اقول له انا عايز ايه. طبعا لما رد عليه قال له اي هاف جوت ديفرنت ستايلز اوف سوتس، هير يو ار، اتفضل. وسال سؤال قال له ايد لايك ذا بلو وان، انا عايز الازرق. فقال له وات دو يو ثينك اوف ذيس سوت، اتس ذا كولر يو لايك اند اتس فاشنبل. فاشنبل دي يا حبايبي يعني على الموضه. فقال له yes I like it it's very fashionable. وسأله سؤال قال له 500 pounds، اداله السعر. it's imported، وكلمة imported يعني مستورد، يعني دايما لما بروح عند التاجر كده اقول لك يا باشا ده مستورد. خلاص from France، من فرنسا. قال له oh it's a I'd like one made in Egypt please، لا انا عايز واحد مصنوع في مصر لاني بشجع صناعة بلدي. فالشوب اسيستنت قال له well here it is only 200 pounds، خد يا عم مصر اهو ب 200 جنيه بس. It's cheap، رخيص، isn't it؟ قال له yes it's and of a good quality as well، وخلي بالك مصري وكمان نوعيته جيده. تعال بقى نرجع تاني، بيقول لي can I help you؟ فقال له yes I a please. طب انا هعرف منين وعايز ايه؟ طبعا عرفت منين؟ من راس السؤال. فاذا هقول له I want a suit please، يعني عايز بدله من فضلك، او I want to buy a suit please، يعني انا عايز اشتري بدله من فضلك. فقال له I have got different styles of suit here you are، وقال له اتفضل. وبعدين سأله سؤال قال له I'd like the blue one، يبقى اذا هنا سأله عن اللون اللي هو محتاجه. وطبعا لما اسال عن اللون بسال what color or which color، which color يعني اي الالوان، or what color يعني ما اللون. طبعا هنا الفعل المساعد بتاعي would، فاذا هقول would. طب والفعل بتاعي you، فهقول you. So which color would you like، which color would you like يعني اني لون اللي انت محتاجه، اني لون اللي انت محتاجه. فقال له I'd like the blue one. فقال له what do you think of this suit، ايه رايك في البدله دي؟ it's the color you like and it's fashionable، قلنا fashionable يعني على الموضه. فقال له yes I like it it's very fashionable، ده فعلا على الموضه. وسأله سؤال قال له 500 pounds، 500 جنيه. يبقى اذا هنا بيسأل عن السعر، وانا قلت حبيبي بسأل عن السعر بكلمة how much، فاذا هيقول how much is it تاني، how much is it يعني كم سعره. فقال له 500 جنيه، وقال له كمان ده هو مستورد من فرنسا. فقال له oh it's طبعا طالما قال له oh يبقى هو استغرب منين من السعر. فقال له هيقول له oh it's ممكن اكتب expensive بس او very expensive، لا يا عم ده ايه ها انت غالي، ما تقوليش بقى وتضحك عليا وتقول له ده مستورد، لا ده هو غالي. قال له انا عايز حاجه كده واشجع صناعه بلدي، انا عايز واحد مصري. فقال له well here it is only 200 pounds، قال له خد يا عم المصري اهو 200 جنيه بس، رخيص يعني وكمان بجوده كويسه. تعالى مع بعض نشوف سؤال situations. بيقول لي you are in a busy street، انت في شارع مزدحم، with your younger brother، واخوك الصغير. you advise him not to walk، طالما بتنصحه ان هو ما يفعلش شيء، فهقول له you shouldn't، you shouldn't. طيب not to walk too close to the cars، يبقى هقول له you shouldn't walk، لا يجب ان تمشي. too close to the cars يعني ما تمشيش قريب منين يا حبايبي؟ من العربيات. number 2 بيقول لي you offer to help your sister with her homework، طبعا بتعرض ان انت تساعد اختك في الواجب بتاعها. فاقول لها can I help you، can I help you يعني ممكن اساعدك. طب ولو عايز اكمل هقول لها with your homework، تاني with your homework يعني ممكن اساعدك فين؟ ها في الواجب بتاعك، ممكن اساعدك في الواجب بتاعك. طب تعال نشوف نمبر 3. بيقول you apologize، انت بتعتذر for breaking your brother's mobile phone، ان انت كسرت الموبايل بتاع اخوك. طبعا اكيد هقول له I'm sorry. طيب انا ممكن اقول له I'm sorry بس لو على ايه؟ هقول له I'm sorry for، وسوري فور بيجي وراها verb plus ing، so I'm sorry for breaking your موبايل، يعني انا اسف والله ان انا
كسرت الموبايل بتاعك. تعال نشوف الباسج مع بعض كده. بيقول مستر سعيد از تيشر اوف انجلش. مستر سعيد ده مدرس انجليزي. هي وركس هارد تو ميك هيز فاميلي هابي. طبعا بيشتغل بجد عشان يخلي اسرته سعيده. وان دايز دوتر هنان اسكت هيم تو برينج هير ا نيو موبايل از هير اولد وان واز بروكن اند ات didn't have a good camera. بنت حنان طلبت منه يشتري موبايل جديد لان القديم بتاعها انكسر وكمان الكاميرا بتاعته مش كويسه. لما اشوف ات دي عايده على ايه؟ هلاقيها عايده على الاولد موبايل. قلت لك اوعى تمشي من غير ما تشوف عايده على ايه عشان كده كده هيسالك عنها. He decided to buy the mobile and present it to his daughter on her birthday. قرر انه يشتري موبايل ويدولها في عيد ميلادها. He prepared the money needed. يعني هو جهز الفلوس اللي محتاجها. On his way to the shop. وفي طريقه للمحل. He met an old lady. يعني قابل سيدة عجوزة. Who asked him to help her as she was in need of a lot of money for her sick husband. قالت له والله أنا محتاجة إيه فلوس كتير عشان زوجي تعبان. Mr. Said was puzzled. والله كان متحير. And he thought long and hard. وطبعا فكر لمدة طويلة. فكر بشدة. When he went home that night. لما رجع البيت. He told his family what had happened. طبعا قال له أسرته على اللي حصل. His daughter wasn't sad that she wouldn't have a new mobile. طبعا بنته ما كانتش حزينة خالص ان هو مش هيشتري لها موبايل جديد او ان هي مش هيبقى معاها موبايل جديد. يبقى اذا اولاده ما اشتراش الموبايل وساعد الايه الست ده اللي هفهمه. طبعا the whole family spent a wonderful night. طبعا الاسره كلها قضت ليله جميله with their kind hearted father. يعني مع ابوهم طيب القلب. السؤال الاولاني بيقول what did حنان ask her father to do. يعني حنان طلبت من باباها ان هو يعمل لها ايه. طبعا to buy her ان هو يشتري لها a new mobile. يعني انه يشتري لها موبايل جديد. السؤال الثاني بيقول why did the old woman need money. هي ليه الست العجوزة محتاجة فلوس. طبعا شكل ما شفنا for her sick husband. يعني عشان زوجها التعبان. طب تعال نشوف بيقول what would you do if you were Mr. سعيد. والله بقى لو انت الاستاذ سعيد ده يا ترى كنت هتعمل ايه. طبعا اكيد I would help the old woman. اكيد كنت هساعد الست العجوزه دي. The word it refers to. قلنا حبايبي it دي عايده على ايه؟ عايده على الاولد موبايل. نمبر 5 بيقول لمستر سعيد. مستر سعيد ده ماله حبايبي؟ قلنا من خلال الكلام يبقى هو helped the old woman. يعني هو ساعد الست العجوزة. تعال نشوف القصة معانا يلا. بيقول لي ميري ليجز. طبعا عارفين ان ميري ليجز was short fat horse. تاني was short fat horse. كان حصان قصير كده وسمين. نمبر 2 بيقول سكوير جاردنز وايف. مالها سكوير جاردنز وايف؟ طبعا named the perfect handsome horse black beauty. هي اللي سميته black beauty. تعال نشوف جينجر. طبعا عارفين ان جينجر was coughing badly. يعني جينجر كان بيكح بشدة because the air was filled with smoke. لأن الهواء كان مليان دخان. جو جرين. طبعا عارفين ان جو جرين كان النيو هيلبر اوف جون. طبعا وات جونز نيو هيلبر كان المساعد الجديد بتاع جون. طيب تعال نشوف الأسئلة كده. بيقول لي why do you think that it's not easy to move horses when there is a fire. بيقول لي ليه من الصعب انك تحرك الخيول لما تكون في حريق. طبعا شكل ما قلنا ان because لان هما بيبقوا خايفين because they are frightened. طبعا احبابي بيبقوا خايفين and don't want to move. طبعا ما بيبقوش عايزين يتحركوا ابدا. طب تعال نشوف السؤال الثاني. بيقولوا what do you think you should do with horses that bite or kick. شكل ما قلنا قبل كده we should be kind to them. يعني لازم نكون طيبين معهم. طبعا ليه لازم نكون طيبين معهم؟ طبعا to change their behavior. عشان اكيد نغير سلوكهم. تعال نشوف الـ choices بتاعتنا. number 1 بيقول tourists get information about tourist attractions from a. طبعا السياح بيجيبوا المعلومات بتاعتهم من الجايد بوك. number 2 بيقول this tradition. هذا التقليد also dates it to ancient Egyptian times. طبعا قلنا يعود تاريخه الى اسمها dates back to. تاني dates back to.
Number three, about 50,000. يعني حوالي 50,000 ايه attended yesterday's match. يعني 50,000 ايه حضروا المباراة امبارح. اكيد عمرهم ما هيبقوا 50,000 حكم ولا 50,000 درجة مئوية ولا 50,000 كاس. اكيد هما spectators. قلنا spectators اللي هما المشاهدين. STEM schools on developing students abilities. قلنا كلمة develop معناها يطور و abilities يعني قدرات. فاذا معناها تركز على. فيركز على اسمها focus on. focus on. Number 5, well, I used my father's computer to buy the book. طبعا بقول انا استخدمت كمبيوتر بابا عشان اشتري الكتاب. اكيد online يعني عن طريق الانترنت. تعالى number 6, well, would you like me to make a cup of tea. طبعا هنا طالما قلت بجيب المفعول غير المباشر اللي هو ايه اللي هو for whom or to whom لمين الشيء ده بيتعمل. قال لي اذا جبته على طول بعد الفعل اوعى تجيب قبله حرف جر. so make you a cup of tea. اوعى تقول make to you ولا make for you. so would you like me to make you a cup of tea. تعال نشوف الرأي كده معانا. بقول لي اماني couldn't do the math sums. اماني ما قدرتش تحل سائل الحساب. طبعا هنا عشان استعمل able يبقى هجيب قبلها verb to be. وطبعا طالما الكلام في الماضي يبقى was or were. وكمان الجملة منفية يبقى wasn't or weren't. فاذا هبدأ بأماني عادي خالصة. أماني طبعا مفرد تاخد wasn't able to واجيب المصدر بتاعي عادي خالص do the math sums. Number 2, well, the bank is near the school. My brother works there. طبعا هنا قلت لازم اشوف where عايد على ايه. فهي عايدة على البنك. فين ظرف المكان بتاعي؟ قال لي there. يبقى اللي اتشال حبايبي there. واجيب where بعد the bank. فاذا هقول the bank where. طب اقول where ايه؟ لازم اكمل where my brother works. يعني اللي اخويا بيشتغل فيه is near يعني بجوار the school يعني بجوار المدرسة. The next بقول لي نادية has more books than عادل. استعمل في your طبعا حلينا قبلها شكل كده. طبعا يبقى هبدأ بعادل لازم اعكس الاسامي. يبقى عادل has بدل more حط fewer books than نادية. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اشترك بسرعة وفعل الجرس عشان يوصلك بقية الامتحانات ان شاء الله. واوعى تنسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.